عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا لا يتكلم راشد المتاب بشكل قيادي الهلالي والخطوة، لا يتكلم هون عن جميع ساكن التام شكر المقاطعة وحماية البلديات الخمس أو البلديات الخمس اللي التام شكر ناس حالهم ياسر المهدي أدلال وتدانت الأرض من جفاف والعام ما جات السحاب. نختار الرئيس الدولة جزاه الله خيرا يعطينا لفته وإحنا أطرنا واجعة ومنتخبين ما قطوا شدوا فينا الأخبار والمواطنين يا واجعة. أنا أسباب اللي يقدم عنهم هذا بيهم اللي مسيكينيش من المواطنين أهل البدو اللي ما يعرف ما يهم واحد يقدي بلد أداء الحاكم ما يقدي فيه ولا عادهم من الزراعة ما يقدي فيه وشم أهل البادية تمسيكين حويصة يخرج جاي من أهل البادية جاي من تقانب ولا يتفسد خرق تام شكر المركزية لا يفسد نهائي وخاصة المركزية تام شكر المركزية جاها ياسر من أهل الدهدادراء والتقانب ولا يخلوا بهم المجاعة. الناس ما تشتغل وكان عنده فيدا شم الحيوان ما زال عنده شوي من الحيوان افتاره وما عنده شيء من الحيوان احصر من قرد اشرار عنده حد عطيش وطالبنا رئيس الدولة الذي يعدل لمبادرة وهذا هم اهل الكنان ما راوا منه شيء ولا جاوهم جبرتهم لاهل الدشرة القديمة واللي شايفهم ما اتياها تحول بينهم عهد الدشرة القديمة هم ثم هم سيكين امام خارجين ما قد يوصلوا كجوتهم ولا يفسدوا. ورحبا بكم السلام.